السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حرب روسيا وفنلندا المعروفة باسم حرب الشتاء عام 1940 إنها الاتحاد السوفيتي ذلك المارد الجبار في عهد ستالين أحد أكبر طغاة التاريخ الذي أباد الملايين ودمر مع آخرين ألمانيا الهتلرية. قرر الروس الهجوم على فنلندا المجاورة، فنلندا الصغيرة ذات 3 ملايين نسمة فحسب، بينما روسيا ذات 170 مليون نسمة. فنلندا مساحة 300 ألف كيلو متر، والاتحاد السوفيتي مساحة 22 مليون و400 ألف كيلو متر مربع. لا يمكن تخيل فرق المساحة. الاتحاد السوفيتي أكبر من فنلندا ب74 ضعفا وأكثر عددا منها 50 ضعفا. بلغت القوة الروسية المهاجمة 3 أمثال الجنود الفنلنديين و30 مثلا من الطائرات و100 ضعف من الدبابات. كان وضعا يائسا بالنسبة للفنلنديين. مئات الطائرات تقصف العاصمة الفنلندية بينما تزحف 4 جيوش سوفيتية قوامها نحو 1 مليون جندي عبر الحدود، حدود يستحيل الدفاع عنها تمتد لمسافة 1000 كيلو متر مربع. والروس تمتد لمسافة 1000 كيلو متر، والروس قوم معروفون بالشراسة في القتال والطبائع البدائية المتوحشة، بينما الفنلنديون ليس لهم باع في الحروب مثل الروس نهائيا. وانخفضت درجة الحرارة ل 45 تحت الصفر، مما أدى لتعرقل جهود الحكومة لتنظيم دفاع جيد، ولم تقدم أي دولة دعما للفنلنديين. اتقاء لشر الروس وقائدهم ستالين، كان انتصار الروس مسألة محسومة لدى الجميع، ولكن لتهزم فيلا لا يشترط أن تكون فيلا مثله. نعم تلك هي الطريقة التقليدية، لكن هناك مئات الطرق الأخرى. يمكن أن ترميه بطلقة من بعيد، أو تحفر له حفرة، أو ترسل له فخا، أو تدفعه للسقوط في مستنقع، أو تستنزفه بمئات الجروح الصغيرة، وأن تكون نمرا أقل حجما ولكن أكثر شراسة وسرعة ودهاء في القتال. انتهت الحرب بهزيمة ساحقة للروس، نحو نصف مليون قتيل روسي ونحو ربع مليون مصاب، 5000 أسير، فرق عسكرية محطمة، وكتائب روسية مبعثرة. كل هذا في 3 أشهر فحسب. والروس أصبحوا يستنجدون الفنلنديين لعقد معاهدة سلام. هذا هو موضع الشاهد من القصة، أن الحرب لا يحسمها الأكثر عددا ولا الأكبر مساحة ولا الأضخم موارد. هذا درس تاريخي صارم. فما الذي حدث وكيف وصلت الحرب لهذه النتيجة؟ كيف لقوة متناهية الصغر مثل فنلندا أن تهزم قوة عظمى كاسحة مثل الاتحاد السوفيتي؟ مثال على بطولات الشعب الفنلندي، الشبح الأبيض القناص الفنلندي سيمو هاوها استطاع أن يرفع الروح المعنوية بين صفوف الجيش الفنلندي ويبث الرعب وروح اليأس في الاتحاد السوفيتي. أسقط ما لا يقل عن 500 ضحية، وهناك من يرفع الرقم إلى حوالي 700 جندي، ولذلك لقبه الجيش الأحمر بالموت الأبيض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو فقد عصى. رواه مسلم. والسلام عليكم. السلام